قصة الشخصية فيسا ستار فروست من لعبة يوغي. بعد ما انقسمت شخصية فيساس لعدة شخصيات وانتشرت عبر الكون، بدأ فيساس رحلته عبر الكواكب عشان يهزم جميع شخصياته ويندمج معها عشان يرجع التوازن. وبتبدأ قصته لما يوصل العالم الأول بريماتيف بلانيت، وهذا العالم مليء بوحوش سكيركلو، ووصوله شد انتباه ملك الوحوش في هذا العالم رايكهارت. ورغم انه الملك رايكهارت بيزيد قوته باندماجه مع وحوش سكيركلو، الا انه فيساس بيفوز بعد ما يعطيه ضربة قاضية على صدره. وبعد هذا القتال فيساس بيمتص رايكهارت وبأخذ قوته، وهذا بحرر الشخصية النقية من رايكهارت من سيف الملك. اذا بدكم تعرفوا التكملة لقصة فيساس ستار فروست احكولي في التعليقات.